في الكاتورسيام ميطاج مات كوين مات ما ماتش في طاح ولا ومات في خزنة في خزنة في خزنة جا ضيف لما الجداه تم جا يلعب فوق الدالة تم هبطت فيه الدالة الدالة وين يحطوا الكونتار تاع تريسيت في تراكون دالة تحطوها راسية بلا سيلان بلا بيطون مليح بلا هبط مسكين مات في الغرم تم ملايكة في عمره 5 سنين لا يعني حبيت نفهم حاجه واحد ما يتبع شفتي بديت كيفي نسال فيك انا نقول لك المشاريع شفتي بديت تتخرج واحد ما يتبع نعطيك مشروع وما نتبعكش المهم يجيني قال الباطيمه تبنات ندخل لداخل للديار نلقاه ملاح بصح الداخل تحت ما عبالوش باه واش كاين وما عبالوش تحت فيها تبنات الباطيمه تحفر لي تلقى الماء وتبني فوق منه او الماء والله الماء كانوا يخرجوا فيه بالموتور وتبني فوق منه يا هيك تروح تروح تتحرك ما بلا وبلا تجي زنزال خفيف يهبط كلش انت قلت لك الدالات كاملين حاشاك مقعورين من فوق يهبطوا الماء والله نحط السنيك فوق الكازو فيه ميزينيال نحط السنيك نحط فوق منه طبة الماء يقطر يقطر ماء فوق منه يا ولدي كي بقى وقتها تخدمها صبري ثم لا دار تصلح لا تريك تصلح لا ضو يصلح لا كاين لا ما لا لا يعني مسؤولين ما يعديوش يشوفوا ما يشوفوش الطريق حتى نقول لهم انا على الطريق يا ما يشوفوا كلش يا وتلقى تلقى المسؤول المسؤول هو اللي حاكم البروجي وش ها قالها لك اي والله المسؤول يحاكم البروجي ثم ما نهضروش كلش مي هي باينه المسؤول حكم هو البروجي يعني جماعة سي تي سي ما كانش جماعة اللي يدير فيه البيطون ما كانش يوم هي كان يلبس لي مساس مساس من البوطو الاول يعرف لكن بالني صحيح هو سي تي سي يحط لاباري يقول لك قد فيها سيما قد لك وعلى حتى كملوا تريب هيك الواحد فرقت عليه دخلوا الحبس قاعد يلعب قدام سونسير قاعد يلعب قدام سونسير جاي يلعب فوق الدالة هذيك مسكين هبط طول عبالك غرق تاعها 5 مترات الخزنة 5 مترات غرق تابو يطور تابو حمر وبلا 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 خليها ربي برد وادي خيوط وادي هم تاعت رسيت ما يقولوش ملايكة مسكينة في ريحة الخيط طب لا فمتوا عندنا حتى دراري بالتريسيت ثم هي كيما هذا ما صافا هذا كيما هذا هذا هو صافا تلقاهم كل لما تلقاهم كل عريانين هذا يسرقوها هذا ما ولا وش هذا ما كنت تجي بو حمراء للصوصي كون تلقاه ما كانش كل حتى انا ما كانش نهبط لك تشوف هذا هو صافا هذا ما كانش لا ما كانش مستوى يعني مستوى با حديدة ينحاها باش باش يبيعها ب 4000 واش حاب يقول يبيعها 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 حتى ما يبيعها يبيعوها يبيعوا احنا بكره روكارا ما كناش روكارا يسرقوها زاكسيدوني زاكسيدوني تلقى روكارا يجي في الليل يهزها يجي يسير مع المراه ولا ما يخممش هو هي تعمل 18% دوله تشرى 18% هو قد يبيعها ب 40000 بعديك تجي بعديك تجي المراه حط رجلها يعملها فرض نص مليون اللي خمماش شتي الحسابات كيفاش الحسابات يجيب بزرني فيها وربعين 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 ويوم لا تحطي ما تحطيش تموت ما تموتش تحت فيها انا روكارا وش رايك تحت فيها والله قاعد نصور تحت فيها هاي ما عملش حسابي قول الحاج يجي لك روكارا ب 40000 تطيح امراه تروح تعمل بلاطه مليون وهي تعمل 18% يبيعوا ب 40000 فهمني انت ما فهمتش انا العباده تما اي بلا مخ وساعات يقول لك هاو الرايس الرايس واش راح يدير لكم الرايس يجي يخدم هو روكارا اي والله اي والله العظيم الرايس هو مدور به رجال اها ورجالها من حاطين بحايد اخرين وهذا حاط هذا بس احنا نحكيو مع اللي حاكم المشروع اللي حاكم المشروع هذاك احكي معاه ولا الرئيس ما عندوش اعداء هو عنده اعداء هو إيه عنده هاي. يعني الرئيس الجزائر كامل يحبوه اي لا ما ينجمش هو 58 ولايه يروح هو يبيري فيها 58 مليون ولايه انت احنا ربع دراري خمسه دراري ما نجموش نتبعوهم اي مشكله والله صح هو يضحك الهم تسمعوا صح هذا لا واحد رب عائله رب عائله ما ينجمش يتحكم في العائله تاعه كيف رئيس يحكم لك
بيقعد قانون والله العظيم. 50 مليار هو مسطر القانون اللي يحكم ويسلط له وفراه برك برك ورمال اللي يحكم ويخلص وفراه كما هكا. وش عندنا حاجه واحده اسمها جيتي في الكلارجيري حاجه طلعت بالي زومبل دقي تاع قهوه بالي زومبل كان يعمل 300 عاد ولا يعمل 31 هاو طلع 3-4-5 كيش ما سمعت يخطب روجي طلع 31 بليك يرجع 19 جامي ما كانش انا مش تاش انا كاش انا جامي كاش بطل وكل واحد كيف يحب يبيع وكل واحد يحب انت الكسرة برك 6000 واحد يبيع 7000 الكسرة برك كل واحد كيف يحب يحب 500 واحد ولا انت ادرك انا فاهمني دوك ندخل الحانوت نشري هذيك وهذيك 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 نحطهم في الكونتور هو يضرب غير الماشينة لا عاد عليش هذيك قداه وهذيك قداه لا باليش حتى ان شاء الله لي ب 200 ولا 250 وفرات اها نورمال مناش بدنا نخلصوا واش راح نقول له راح نزيد نحاسبه انت وصلوا واحد ديسيبيلات في عنابه كانوا يترافيكيو في السكانر تاع الليبري ايه تلقاها تو مونتاج تروح تخلص تلقاها 26 او من رحمه ربي و يسرق بالقايص شوف من 62 والحصان يطلع الدرك من 62 والحصان يطلع ما يرتاحش وما يرتاحش اليوم القيم الا ما رحمه ربي ما رحمه ربي ما يرتاحش اليوم القيم غير كما ربي العالمين يبعث الغريزه نتاعو هنا يحط صلاح وكذا وشوف ربي سينو كيما كيما هكا روح عندك عامين رجع لي القهوه كانت تعمل 19 رجعها ب 19 ما كانش كلش كلش زاد كلش زاد انت الطوموبيل يمشي بها 1600 نسنا مش هكا 88 يمشي بها ب 20 يبيعها 200 مليون ايش عم يصير وحار العالم والله حار العالم هذه قاعد نقول لك مش نورمال طوموبيل شراها ب 120 خرجها ب 88 مليون مشى بها 20 سنه يعطيه 180 وكان يعيد هاو يعطيه 180 ومن بعد يدور الدور 6 اشهر عام من بعد يولي مسكين يبيعها ب 70 80 هو دي حكاية شيري اللي جابوها له بعد شيري هذه مش حكاية شيري هذه ما نعرفهم يقولوا اسكو صح ولا سيتون موتور غارونتي اسكو هي اللي شافها في النشرة تاع 8 ولا لا؟ والله ما والله قالوا لي في سلطانة قالوا لي في سلطانة هذه فيها الرحمة اسكو هي اللي شفناها في النشرة تاع 8 والا لا؟ لا لكن بارابور بالسومات هذه شفناها لا لكن بالسومات هذه 2024 ب 19 ولا هاي ملح لا يشرى برصاصية اللي دار لي شباب عاملين لاكي عليها في الجزائر على بالك اللي في ليدا هنا في سلطانة وشي البردة عاملين لاكي الناس قال لك عاملين لاكي باش يشري فهمني اسم هذيا كانت ب 150 جبت ب 400 تكذب تحية 400 اسمع مضحك من اللي كيفاش ولا فقرنا طوموبيلات نفهموا في كلش الجزائرية الجزائرية اسمع نفهموا في كلش انا قول كلش ما طوموبيلات ليكيب ناسيونال الدنيا كامله ترقد وتنوض تسمع فري ترقد وتنوض تسمع فري شفت ما تفهم والو وكي الدولار ولينا هاو كيما هذاك الطوموبيلات قال لك طاح ها مسكين اللي شاري ب 240 يسمو فيه ب 160 كلا سنيه مسكين تفرحن ب 80 اها هو روح ادرك كيفاه وهو اللي كان عاد محتاج يبيع بالسيف هاو راح فيها ب 80 ها كاينه منها ولا ما كاينش هاي تكزيستي الناس عملوا لاكو على الشيرية قال لك دخل طوموبيل جديد نشري واحدة ب 200 جديد اها وما نشريش انا الجديد ب 240 مين يجمش ب 400 يشريها دون 200 مليون بالك يلم هو والمدام تاعو بصح ب 400 ما يجمش يشريها تلقى كنت تقول له شيري بيري بيري خيمي يشري وما على بالوش حتى واش كاين في واش في الموتور ولا يشري وبركة لا المهم شاري حاجة جديدة باسكو كانت عنده 200 مليون ما شراش درك ساهل ربي و وجبرهم بريزيدون لي فيكول هذوما يقول لك راه نشرى 199 مليون و جديد وفضلت بصح هو وعاب بالله ماشي ما على بالوش لكن موديل يسوى ما يسواش هذيك هذيك هو وزهر إذا كان صلحت هاي صلحت ما صلحت ما عنده ما يديروا له ندوروا على كيف عنده وصي روس بيرجعوا له ندوروا على كيف ناسيون كاليفا كوب دي موند ولا لا بربي ان شاء الله بربي نفهموا لها كل روح رياضيه بربي ان شاء الله هو ورز ما كانت شويه البانو
نحينا شويه هيجي لك كبده فريك قريب ان شاء الله ينساو اللحم وينساو شيء ينساو كلش على بالك بعد تدخل بعدها الحاج والله قالت على اولاد عنابه اخويا والله والله دبلو يفشي وقاعد يقعد عم يتفرجوها الاولاد اسمع والله يتفرجوها صافي بليزير والله ما نقولش اني حكينا كاكا نص ساعه ولا ساعه والله توصل احنا حكينا حكينا واش كاين طلع المورال حكينا واش كاين احنا واش كاين حكينا حكينا على البني حكينا على الغنم حكينا على البقر حكينا على الطوموبيلات على السبور وكملناها بالسبور زيد حاجه اخرى نسيناها على المفسدين هذوما المشاريع خلينا منهم هذوك هذاك كل واحد الدوسي تاعو عند ربي والله يا كوزون واش راح نقول لك والله اللي يعيش في الدنيا وما يعيش في الاخر وقال لهم الشيخ النووي اللي يعيش في الدنيا مليح وبيان وكذا وكذا والله ما يعيش غدوه في الاخر باش يعيش دفوا لابو ما يعيشش خطره واحده خطره واحده يتحاسب على الشيء اللي ما يعيشش يعيش في الدنيا واللي ما عاشش واللي ما عاشش وراه يعيش غدوه بربي ان شاء الله صح فهمتي باسكو درك الصور هذي اللي يخبيو فهمتيني مش راه يحط انت الموت لازم تفكرها على الاقل سبع خطرات نسينا الموت صلح درنا على كل الموت نسيناها ايه 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 الموت سبع خطرات على الاخر انا انا رجعوا لها الاخر واش قلت لك انا صح كله من عليها واللي عنده صور والله ما يخمم بالموت باسكو عنده وعاء او عايش ما على بالوش اي والله ما عندهمش ما يخموش يروح ممكن والله ما عندهمش خلينا من اللي عنده صور حتى اللي ما عندوش صوارد والله ما يخمم به والله ما على بالو به هاي ماشي الناس الكل الموت لازم تحطها في بالك نهار كامل عمرك كامل كيما كبرت سيت فوا بار جور تخمم على الموت لا ما تسمعش باللي انسان كان معاه كل يوم وغدا يقول لك قدام ربي ها ما كانش هادي ما صراتش هاي صرات لنا كل ما كانش واحد ما راح له شي واحد عزيز عليها والله كله ياي كل صرات لنا يا راح له بابا اخوه اخته وامه دارك حياتك كامله وانت معاه ومن بعد يقول لك في الصباح يقول لك هاو فلان دايم ربي هاو لاباس بيا وكان معايا وقت البارح كله دايم ربي وصل الساعه تاعي رجعنا واحد الحاجه عمي الحاج سمك الله محمد عمي محمد رجعنا واحد الحاجه رحمه بين الناس الرحمه هي كيما تقول شي واحد ما عندوش تكرديلو وتعطيلو وتعاونو هذه هي اكبر حاجه كاين الرحمه هذه هي كل ما كانش الرحمه الناس تاكل في بعضها كبير الرحمة لازم تكون الرحمة في القلوب والمحبة بين الناس والمحبة بين الناس حب الخوف تحس به قبل ما حتى قبل ما تقول ما تعلم به ما عندكش تحس به كما انت باب ولادك خمم مع ولادك خمم مع الاخر شي عند ولادك على جارك وفي حالة وخمم مع جارك وخمم كان جيران مساكن انا نرجعوا للجيران كان ناس مساكن ما عندهاش يمكن ما عنده يروحوا يطلبوا مساكن ما عندهمش الله محتاجين فكري جارك تخرج تخلي مفتاح للجارة او كي يجي ولدي وكذا هاو تعطيني مفتاح يخش والله مزال كاين والله قليله والله يا بو مبينو كاين بس نقصت مي قليله نقصت هي نقصت قليله هي ناقصه ياسر على بكري بصح والله مازال كاين عندي ولاد الفاميلا كاين مي بكري لي كارتي بوبيلار كل كانوا بكري عندهم الطرقان وسط الدار ما تقفلش الباب كانوا يقولوا ليوان بكري ليوان ليوانا ليوان وسط الدار هو الليوان وسط الدار كنا عايشين في بو حمرا كان لاصاص في بو حمرا لاصاص نحاول لاصاص في كتر فانتراس نحا لاصاص هي لاصاص تاع وقت فرنسا لاصاص فرنسا بني تاع كانوا يسكنوا شكون كارتي تدخل في كارتي 16 دار منا 16 دار منا شكون كان يسكن فيها لاصاص بكري الشعب شعب انا واحد منهم كنت نسكن تم كانوا يديروا درا منا ودرا منا على الكارت وجيرانه كل كي الخاوة قاعدين مع بعضها والله خاوة قاعدين ما شاء الله اي والله خاوة ويبعثوا الماكلة لبعضهم المهم كانت العزوز ربي يرحمها حط لنا ثلاثة أربعة مواطن من عند الجيران هذه من عند فلان هذه من عند فلان ما كانش توسويس وما كانش هاو راح يسحرونا ولا هذيك ولا برما واحدة ياكلوا كل واحد هاك دي بيت خالد فلان هاك دي بيت خالد فلان ناكلوا نورمال درك كنت تبعت للدار يقول لك بابا فيها السحور هذه الناس توسوس بصح كاينه عند ولاد الفاميلا مازال كاينه الرحمه الله يبارك والله كاينه هي نقصت على بكري بصح مازال كاينه ما شاء الله ربي يقدر خير ان شاء الله اخويا خويا بومبين زيد لنا حاجه قبل ما نكملوا هاي والله الحاجه تاعي الاولى والاخر والله ربي يجيب الخير والله العظيم ربي يجيب الخير الله ونيفو ان شاء الله نلقى الخير ان شاء الله يا اخويا مادام ربي العالمين
ما رفعش البلاد دي والدنيا دي صصفوا بلي كاين ولاد فاميليا وكاين ملايكات تاع ولاد فاميليا وكاين ناس المكرمين سينو كون جينا كل زي بعضنا اي لعبت في دار يا هو من دار في ولادي كاين المليح وكاين التون هكذاك البلاد وهكذاك الشعب وهكذاك الحكومه وهكذاك كاين المليح وكاين التون ما نحطش الناس كلنا وهكذا الشعب كل مش مليح والحكومه اه كاين الحمد لله يعني كاين 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 ولاد فاميليا وكاين ولاد حرام واحد كاين حاجه كاين الحريه كاين الصحه كاين كيما يقولوا الواحد راهو ليبر مشو في الحبس مشو مريض مشو هذه السحمه ربي عليها هذه نعمه دي ولا لا شوف واحد مباصي ب 20 سنه مثلا وواحد ما عندوش حق قهوه شكون خير لا ذاك اللي ما عندوش خير صح ولا لا يسعوا في الحريه شفت الحريه معلش ثمن قادر يضرب ذراعه وياكل المسقي سي بون هذا واش كان فهمت هاي الهضره حتى الحريه يعني ثمن الحريه عندها واحد غدوه يعمل بروبليم يلقى روحه كيما حنا كيما تاع غزه مساكن اه يرقد يرقد في داره ومش وخايف يجي قنبله من فوق هم عايشين في المرار مساكن يعني كي نعود نتفرج هكاك ندور ليه ليه نعود مش عاطي قلبي باه نتفرج عليه امر تاع غزه وفلسطين راهو مش سهل العرب مضايرين بيهم مازالوا مساكن مدفونين تحت هذا بالي هذا هم كبير العب دول العظمى قاعده تحارب في زوج ملايين عبد دول العظمى قاعده تحارب في زوج ملايين عبد الانجليز والامريكان يحارب مع اسرائيل ويحاربوا في غزه الانجليز والامريكان يحارب في غزه زوج ملايين عبد والعرب اللي طايرين بهم قاعد يشجعوا في اليهود مالك يا العرب الجو بها وين ما يسموش الامارات قولي لي شويه الامارات هذيك يحل ان شاء الله كاين الناس اللي ما كناش نحطوهم في ريسنا خاطر ما سيدنا وسيد الخلق واش يقول قالوا له كيما تخدم المدينه باش تبدا باش تخدم المدينه واش قال لهم الكلمه الاولى قال لهم يجيبني امن صالح بلا امن صالح ما نخدمهاش سيدنا وسيد الخلق قال لهم يلزمني امن صالح سينو ما نخدمش المدينه حنا كاين واحد بروفيرب واش يقول اون تخوف سون شيرشي سي كو لون شيرش بيان اونتون سون تخوفي يعني كي نعودوا نفركوا على الحاجه ما نلقاوهاش كي نعودوا ما بغيتوش على انت يا برك لو ماركي حاجه تفرك تاع مفتاح كليب باش تخدم بيه تحقوا ما تلقاش نهار يتسلف مفتاح وتاخذ مك تجي تلقى هذوك تلقى تقول اه اللي كنت مركت عليه هذيك خطر اولا كيما قال ان شاء الله كاين الناس اللي ما كناش نحطهم في ريسنا يحكموا البلاد ان شاء الله نلقاو نلقاو برك هذه هي احنا واش نقولوا وعلى قلت لك بقينا ربي ان شاء الله يجيب الخير هذه هم الناس الخير هذه هم الناس تاع الخير خاطر ما واحد شبعانه او شبعان في القلب واحد مسؤول لا ما كانش مسؤولين شبعانين الداخل كاين مسؤولين ينوضوا الفجر سبحان الله ولا ما كانش منها كاينه وكي يشوفوها هاك حبة دي تعملك يجبدوا واحد بلا ما يقولوا الرئيس اني حبسك واحد ويجبدوا وين يشوفوها لا كاين مسؤولين ولاد فاميليا وكذا ومن هنا وكاين يهكوا في كل حاجه تلقى المليح والدوني ومهما كانت حاجه كما يقول كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها تب وفرعها في السماء وهذه يقول كلمة تاع خير مش كلمة تاع شر هذا هي الميساج اللي قاعد نبعثوا فيها أنا ولا مهما كانت حاجة في مهما كان في الحكومة في الشعب في السبيطارات اسمح لي برك الفرق بين الدولة والحكومة ولا السلطة كاين فرق بيناتهم لا الدولة هي الحكومة والحكومة هي الدولة لا بالعقل هذه سؤال ندخلوا في السياسة درك بالعقل احكي هذه واعد والله هذه جاتني في بالي كاين الدولة وكاين السلطة الحكومة الدولة سؤالة والحكومة شكون اللي راح فيهم مثلا الدولة تروح ولا ما تروحش الحكومة تروح ولا ما تروحش الدولة هي هو التسيير يبدأ من فوق هي من التاريخ تبقى الدولة الدولة وش معناها هي الأرض دولة. وهي الشعب وهي التاريخ هذه الدولة تلقى واحد يبارك شرطي يقول او دوله لا سلطه هو حكومه لان يروح غدوة شرطي ولا دركي يجي واحد اخر هذاك يعطي له السلطه هذيك الحكومه الوزير يجي يروح الوالي يجي ويروح
بالسبيطار تاعها بالجوامع تاعها. الدولة هي التاريخ والأرض والشعب. القانون يقعد باش نفهموا حنا الفرق بين الدولة وبين الحكومة والسلطة. كي تلقى واحد بالك شرط يقول لك دولة، دولة لا مش دولة. الدولة هي الأرض والشعب والتاريخ والسلطة، والحكومة هو الشرطي والقانون والوزير والرئيس، هذه هي السلطة والحكومة. تلقى الحكومة تروح وتجي، من الدولة ما تروحش. الدولة الجزائرية، دولة جزائرية هاي ما نفهموا بين الدولة، باش ما نقولش هي الدولة، لا دولة هاي الدولة الأرض هذه أنت أنا تاريخ تاع جدودنا. شوف ما قريب كاين كما يقول لك كاين الأزمة بصح رايحة بالصحيح. لا الحمد لله مهما كنا وين كنا وين ولينا بارابور لا صحيح. درك درك اللي تحكم لي يخلص مهما تكون سيف كيما حتى رئيس تبون حتى يكون يسدي روح يجي واحد اخر. الميساج اللي بعثوا فيه رؤساء كي احنا ندينونسيو الفساد، كي قال مسمع قال نهضر على الفساد. انا لاباج تاعي مش خدمتي غير ناعة الطريق ولا حاجه، نحكي بلاد عنابه، نحكي التاريخ على كارتي، اللي كيشوفوا حاجه تاع فساد نهضر. هو رئيس ولا الوزراء قال الفيديو هذا يوصل لرجال الخفاء ويفتحوا تحقيقات اخويا. يعني احنا الهدف تاعنا باش وتتحسن المشاريع والمواطن كي يمشي في طريق طريق ملاحه يلقى نظافه يلقى الضوء يلقى الامن يلقى الماء يلقى الاحترام بين الناس، يلقى الغدوه يلقى اللحم هبط يلقى السلعه ما كانش احتكار. فهمت الميساج؟ انا تعرف واش قال لي واحد انا نقول لك حيرني، قال لي نقول لك يا محمد البلاد هذه الجزائر كامله باش تشوف الصبغه وطرق ملاح وكذا لازم يهزوا الارجيري كامله. اسمع الارجيري كامله الشعب كامل تاع الجزائر كامل يهزوه يحطوه في الراشين. والله كيما نقول لك يجيبوا الراشين تاع الراشين يحطوه هنا مده 3 سنين بالك يعاودوا يرجعوا الشعب هنا ويقبلوا يعني يقبلوا روحه. قال لي عمري وانا صح عمري كامل وهم يحلوا في الطرق ويخدموا في الطرق جامي شفت الطريق ما مسوهاش كيما نقولوا عامين مسوها كيما نقولوا جونفيه مارشي حلها لازم يعملوا لها الكونسلتاسيون كونترول كل يسو بوشون يحلها والله كيما نقولوا قطعكم شويه وانتم صح بوشون يحلها لازم وعلى حلتها وصلنا البوشون الى درك سامحني انت راح تخدم الطريق يدير الحساب تاعها قبل ما تزيد نهار اخر تولي حافرها كامله خادمها وتجي تحفرها. اومسا بوشون اومسا مارتو اومسا ما شفتش تعقب الخيط تاع الدريس ما شفتش الطريق هنا خدموها على من محسوب على الحكومه على الحكومه مش على الدوله. ربع 5 سنين الخزينه بالخزينه على الخزينه مسكينه تخرج ما كانش زيد وشير كمل كيفاش قلت يعني قلت لك بوشون يقول لك نسينا لا حبيت نقول لك جامي شفت الطريق قال لي بجونبل كولوار وخلوها حتى 5 سنين ربع سن مليح اكشبتي يا رب الامان يعيطوا على النو نو نو يصب النو يبان العار يبان العار. يا وخدموا شوف خدموا تريطوار تاع ابو حمد ها رجعنا المشاريع ها صور تاع الترن وروح شوف حاشاك الفوسي هذاك تلقاه معمر لهنا لهنا ترى خلوه حماره ولات الدنيا يلو قال كلهم مسدودين ملا غدوه تصب النوع باك نرحلوا كل كيما اليوم جاو يديروا حشاك انا جيت لبو حمرا صورتها بو حمرا هم يديروا في فواسه تحكي معاه انتم يعني قال لك راح نديروهم بيطون قلت له انا في الصيف ما درتهمش قال لي هذا وين دفعوا لنا الصور هذا وين جاوا الصور ما قلت ما نهضر معاه قلت له عندك الحق سامح يمشيو بلاطرا ما يمشيوش بلاطرا قال لي هذا وين جانا الواحد تاعهم كيما يقول البيجي تاعهم قلت له يعني هذا وين جا في الشتاء وانا ما سربوهاش في الصيف شفت في الصيف ده القرطوع القرطوع دخل القرطوع ما انا مش شاف الدم هذا القرطوع وش حكيت القرطوع وش القرطوع شوف هذه الرسمه وكذا يعني حتى تقول لي غرق الدنيا بهت هي مش كيما احكي لي يا بومبينو قول لي ايش حكيت القرطوع لا هي مسادات الرسمه كاينه مسادات من بكري ها بها الوقت دكتور ما تروح شيء لا مش سيدي من بكري خلاص ما تروحش هي في الدم لا ما تروحش هذاك الزلقه في القلقه هكذا هاو الحاج قال لك الزلقه في القلقه والله اللي يحكموه عبد الحكم وليط ما ادرك يحكموه ابن دروه هكذا
اي بندرو شفتها تاع شبي هذا تاع شبي اللي خدموها من افريل وهم حلين تيوات كيلو 500 متر ما كملوهاش الدركه يا وكم ما جاش الوالي الجديد اه يقول الفريقي قبل ما يفض الفيديو احكي لي على تاع شبي هذه اه من افريل وهم يخدموا وقتها بداوا في الفيستيفال تاع الصيف وقت الدخله تاع الصيف الغاشي اللي هنا وكي خدموها روح شوف كيش خدموها روح شوف كيش خدموها هذا هكا الطريق قدروناها نص نص لا معنا بون هاي يقول لي شكون هذا شكون مسؤول في شبيا تاع القرم كيما حكينا رجعوا مسؤولين ما يعديوش عليها ما يشوفوهاش ما يعديوش ما يشوفوش هما هم يعدنا عنهم طيارات جايه هما طيارات وهليكوبتر ما يعديوش ما يعديوش تما ما يعديوش كيما يعديو في الليل بعد البومبا يعني قلت لك لازم كي تعطيه مشروع تتبعه او تاع شبيا ودي رانا في بلاصه يعني قلت لك انا تلقى مفلح ما خلاص قبيل اخويا العزيز قلت لك كي تعطيه المشروع تبعوا هذا شوف يخدم بالمشروع هذا تلمو هو في الفساد تبع الفساد ويسلم حتى عند يدخل حتى في دار الوالي غدوة في يفز كاباب يعمل كلش يعني تربع الفساد صاي ما عادش عنده لك تاع ينيف يقول لك نو رجله يقول لك ما نفزش يفز حتى غدوة الدار يدخل تبون في الدار تاعو يفز هذا هذا ما تنادوا على الفساد يكملوا في الفساد انا قلت لك حطوا يعس وحط واحد يعس عليه هذا ما كان يعني تقول لي كرتي تاع القلم تاع شبي او كيف كيف هذه كيما هك قلت لك حطوا يعس وحط واحد يعس عليه ثم 20 مليون يعسوا 20 مليون كيما قال لي جيمان دخلوا 20 مليون الحبس وخليوا 20 مليون برا هذا هو الحل التوتي دي ملاشين ها هو الحل دخل 20 مليون اخي الحبس وخلي 20 مليون برا ها المسألة ما اللي حالي حامي البلاد والرشوه ها والرشوه ثاني نبدت الدنيا الرشوه ثاني نبدت الدنيا هذا انا كحكوا على قلنا الرشوه نقول لك عليها انا مش من وقت تبون برك لو بوميدين قال لها ما قدرتش عليها بن عميس ما قدرتش عليها ومسادات قال لها من بكري بوميدين ربي يرحمه كيخطب عنده خطاب يهدر عليه الخطاب هذا هاني انا كيما بوميدين في عمري 18 سنه الله يرحمه 78 شافي عليه كي النهار هذا مي درك الحاج وصلنا وقت لا تكنولوجي ترص على البوطون تعرف واش كاين في تلمسان وتعرف واش كاين في يعني درك وصلنا لنقطة كاميرا عاد كلش درك حتى الشاب عاد يهدر هاو كانه الصوره هاي تنقلها لي شوفوها عباك الصوره تاعك الهضره تاعك هاي توصل الامريكان توصل الاسترالي توصل كندا توصل الالمان نحكي لك الصوت نتاعك الساعه اللي قعدناها هذيا راح يسمعها في العالم كامل باش كنا على علم باذن الله ولو واحد يسمعها المحامي الطبيب انا تلاقيت ناس بلادنا ولادنا يتبعوا لاباج هذيا لان مش تاعي انا خاطيني انتم تهضروا انا فقط وسيطه جيت التليفون وتهضروا واحد اخر انت هما قاعد توصل ميساج للسلطات والشعب توعي في الناس انا يمكن ندخل نهضر شويه ونحبس ربي يعدل بلادنا وبلادنا ان شاء الله اللهم امين بارك هذا واش راح نقول اني قلت لك واحد في عائلته ما ينجمش كاين الاغلبيه ما ينجمش فرصه بصحك وصار واحد بومبرونشو كارتي قلت كارتي قوات روح شوف بومبرو كاين الناس ما عايشين ان شاء الله نجي صار روح شوف بعينيك هما نعرفهم فرحوهم بربي ان شاء الله يولي لي جاي جديد قال لك راهم يخرجهم في لي ليست هذوك بخاطر ما بالعين اعتبار ان شاء الله نجي خويا سيبا فضل الفيديو